الكوار يعني لازم تدعمينهم. يلا ما في شيء اسمه لازم. لا في شيء اسمه لازم عشان ننزل كذي ونقوم عشان ما نطيح. وين خطر؟ عجيب. بيه كلنا في النص. ايش صار فيك روزا؟ طاحت برا. هكا الحياة. بدو دعم. دعمنا. الف الهاي بالريوس. انا خافت. انا طفت. لا 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 طحت. ليش كان عجيب كلنا ويا بعض؟ ايه كا قريب طلعت طلعت لا هكا غشاشة غشاشة دعموها المفروض تنطرين كنا انتو رحتوا وينك روزا؟ وشكلك غلطانة. وين نروح؟ ما ادري مكان اشارة. في حد قاعد يسوي سليب ستريم. زين شي دعمت اللافتة؟ هاي ليش واقف هني؟ ممكن اطلع ريسبون. انطر شوي بطيح لا تستعي. الكرة قاعد تطيح. بعدين انا صبت غلط. وصلت. افكن تطيح. من شي انا اكره السباق بسبب السيارة ترى وبعد بسبب المراوح. يقدرون يطيروننا. نفس ما صار لي بداية السباق. اي بتشوفون اوف 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 ضربتني. اذا طحت برا ما يصير يا اخي. هو شي السباق انا قاعد افكر متى هي بتموت. خلاص سباك وحد يرجع ريوس. اي يقولون ما اخذت البوست. اي اذا دعمتي تنفجرين. ما قاعد اخذ البوست وين شو السالفه؟ لا ما عليك انا حركي السيارة قاعدة تفتر. روسة الأولى انتهيت هالمراوح. شو معنى مسوين هالسيارة؟ ها؟ واه غيرتني سيارة وين تفتر؟ وش صار فيت؟
طفسات. هكا على طول. هي 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 تومي. شوف المكان ما ادري. هكا في احد قاعد يطير ورا. في واحدة ما تتحرك هني. زيني خليتها لفة واحدة. هي وين لازم نروح؟ هني في شارع. وخلاص نهاية السباق. كنا لا لا. لا لا الحين. كنت بطيح مرة ثانية. شو روزا كانت الأولى صارت الأخيرة. مخصوصة. شوفي في الخريطة وين الأصفر نروح عليه. سيارة نرفز شلون تفتر. اي صح. وما تلف بسرعة تي. اذا لفيت اي وين تفتر على طول. اوه لا. يلا قاعد العب بالريوت. انا خلصت. في حد انفجر. قطة وهاي. خلاص كم مرة؟ ما سيارة. من اللي دعمني طيرني؟ وخر عنك. اوكي انت تبين تبدين تلعبين كذي. أحسن. إذا دعمت الأنبوب شو أسوي؟ كله يصير فيني شيء. سيارتي تدعم على الرابعة. ممكن. اوكي كده اخيرا. ايش فيك؟ ما اعرف شو لازم اسوي. في حد انفجر. سمعت صوت الانفجار. وينكم؟ المساحة قاعد اسوق عادي ومو وصلت حق حد. ما احس انه انا اللي قاعد اسوق في السباق. مع السلامة. تعال ما يصير تطوفني على آخر شيء. هاي آخر شيء؟ ما أدري يمكن. خل نشوف. لا باقي ثلاث تشيك بوينت. آخر شيء خلاص. لا لا. كلا تختارين هالسيارة روزا. حلوة. جنها زهاوي. اشتخل. غير.
بلا في الظهر. لو سمحت هاي سيارتي عندي اياها في الجراج. شوف شوف الغش شوف الغش هون. تستاهلون ما كذاكم تلفوا علي خلكم ورا. هي اللي لفت علينا، انا ما لفت على حد. ترى تنصب الثاني روزا هاكر. انطر هاكر بخل الستيب ستريم مالك دهام تقلب بوب. صوت الرابع زينتي من فيكم راح في الاحمر حياة. نقاس يا شيخ وين خطر؟ كلكم كان هكر روزا سلامة. حملوا الهكر مو بانا اخر شان ترى بتفوز حياة الاولى مو بانا. ها شوفيها ليش متأخرين؟ كلنا تقلبنا في الانبوب. انا اشتغلت عنكم بعد عنكم خلكم تضربون بروحكم وانا اتعب بروحي. الحين انا رحت الانبوب الثاني بعد كانت زحلقت. هي غشاش ما غشيت محسن عشان قاعد عليك يد عندي. هاي هاي ما صرت داميني مو قاعد عليك قدامي. خلت سيارة تفتر تقول انا اللي هاي قدام شيخ. انتي دعمتيني ما عاد شنو كنت تقولي انت لفين؟ شوف هاي صارت لنا. ليه رحت بالاسود؟ لا حد يروح مع حياة، انت قاعد تدعم كنت تسولف علينا. بالغلط لو انا ليش هي قدام؟ بالغلط عكس عادت شوي. بالغلط ها؟ يطيح هيك يقول بالغلط. هاي صدق بالغلط قطع برا. انتي ما طلعتي بعد. كلنا ترى قرب من بعض. كنت بطيح. طحت. هكر اوه لا صح عادي انا بعد. صوت الثالث. لا لا على اخر شيء يوم خلاص بنفوز طحنا. يس ما يصير. اوه ما يصير خليكم ورا هكر. هاي وانا بودي بعدكم ها. صارت الأخيرة. امشي عدل امشي عدل. حكم على رفيشتي معني. انا اعطيك اهديك الفوز الاول المرتبة الاولى. مو بعد كيف ايش محتار. وصلنا نهاية حلقة اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا. ضيفونا على حسابنا في تويتر اذا عندكم اي تعليقات او تبون تقولون لنا اي شيء، ولا تنسون تضغطون على زر الجرس عشان يصلكم لما ننزل فيديوهات. الى اللقاء. Yeah.